بالفعل الوضع الآن هادئ طبعا، الكل ينتظر متى سيوارى جسد ريان الثرى، يوم غد صباحا أم مساء. وهناك مزيد من الأسر ومزيد من العائلات والناس والمواطنون قادمون من كل المدن المغربية لمؤازرة ولمواساة عائلة ريان، وكذلك لتقديم التعازي للأهل. على العموم الأجواء هنا حزينة، حزينة جدا، وهناك كذلك عمل الفرق الجرافات لطمر المكان والبئر الذي وقع فيه سقط فيه ريان. أجواء حزينة سواء لدى الأسرة أو عائلة ريان، الحزن يعم كذلك كل المنطقة وكل أبناء وأسر المنطقة، تستقبل عائلات من كل مكان، تأتي تفتح لها أبوابها، هناك تضامن واسع، تآزر كبير، ما فرقه الزمان جمعه ريان.